السلام عليكم، حنا كاملين كنرى فوق وطبيقنا هما الأولى أ زائد بي مربع. في السابعة تعلمنا أن إذا فكنا وحسبنا كنلقاو هاد لافورمي كلاسيك أ مربع زائد بي مربع تساوي إثنان أ بي. أوكي، هادي عارفينها كاملين بينا، ولكن أشنو معرفينش؟ كتسألو شنو معرفينش؟ دونك حنا معرفينش طرق أخرى باش نبينوها. طرق حتى هي سهلة بحال الحساب، نقدرو نبينوها بطريقة هندسية بحال نوريكم في هاد الفيديو. إذا أنشدو مربع يدولي بحال هكدا. شنو الخاصية تاع المربع؟ خاصية ديال المربع سهلة، يعني الضلع ديالو، الضلع ديالو هو أ زائد بي، أ زائد بي. إذا خليونا نفكو هاد المربع ونوريكم الخاصية ديالو. إذن أشنو كنسنتجو في هاد المربع هذا؟ دونك مربع باغي نكتبو شوية الكتابة أنا، مربع الضلع تاعو أ زائد بي، وكنسميو لا سيرفاس تاعو غرونت إس. دونك غرونت إس أش كتساوي؟ كتساوي إس واحد زائد إس اثنان زائد إس ثلاثة زائد إس أربعة. وشنا هي إس واحد؟ هاد إس واحد اللي شنا هي؟ هي المساحة ديال المربع اللي الضلع ديالو هو أ. شنا هي إس اثنان؟ هي المساحة للمربع اللي الضلع تاعو هو بي. اس 3 مساحه للمستطيل هي ست تاعو او بي، واس 4 نفس المستطيل ولكن بالمقلوب. اذا اش كنستنتجو؟ كنشدو ان اس هي شنو هي اس؟ هي ا مربع، اس 2 هي بي مربع، اس 3 مساحه مستطيل طول في العرض ا فوا بي زائد ا فوا بي. وشنو هي غرون تيس هذه النيت؟ اشنو هي؟ نهبطو شويه لتحت. غرون تيس هي مساحه مربع للضلع تاعو هو أ زائد بي. إذن غرون تيس هي أ زائد بي مربع. بينا طريقة هندسية أن أ زائد بي مربع هي أ مربع زائد بي مربع زائد إتنان أ بي. كنتمنى أن هذا الفيديو عجبكم، وإلى حلقة قادمة مع كازاكو فونكو.